السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وتابعيني في كل مكان، وحياكم الله في قناة مطبخ بنت اليمن. وصفتنا لليوم بتكون محاشي باللحم المفروم، محشي كوسة وبيبار. للمعلومية البيبار عندنا في اليمن اللي هو الفلفل البارد. المهم المقادير بطرحها لكم في صندوق الوصف وبنشوف الفيديو. وقبل ما نبدأ تقدروا تستخدموا باذنجان أو بطاط اللي يناسبكم. المهم الآن بنبدأ بالحشوة. فأول شيء للحشوة بنحتاج إلى ثوم، إلى نعناع، وإلى كوب من الرز، وبيكون الرز مغسول ومنقوح هكذا لمدة 10 دقائق. وبنحتاج إلى كزبرة وإلى بصل. وبنحتاج إلى الشيء الأساسي اللي هو اللحم المفروم مقدار 2 أكواب، وإلى فلفل بارد نفرغ اللي داخل. وخلاص كمان مثل ما قلت لكم تستخدموا باذنجان بطاط اللي يناسبكم. وكمان بنحتاج إلى كوسة بنفضيها من داخل باستخدام هذا الآلة وبهذه الطريقة وخلاص. أما بالنسبة للبهارات اللي هي تبع الحشوة بنحتاج إلى ملعقتين كبيرة من البهارات المشكلة، ملح، فلفل أسود، كمون، وأخيرا الكركم. أما بالنسبة للصلصة أو لصلصة المحاشي بنحتاج إلى معجون طماطم، ثوم، حبة من الماجي، كزبرة مطحونة، زنجبيل، ونعناع، وكمان إلى زيت، وكمية من الماء تقريبا أكثر من نص الكاسة. الآن بنجي نعمل الحشوة مع بعض. في وعاء واسع بنضيف اللحم المفروم، البصل والرز والنعناع والثوم، يعني كله مع بعض، والبهارات اللي ذكرناها للمحاشي أو للمحشي، البهارات اللي ذكرناها للحشوة، وأخيرا معنا الكركم. وبنخلط هذه المكونات كلها مع بعض بحيث إن إحنا نتأكد إن البهارات توزعت تمام وكل المكونات انخلطوا مع بعض تمام يعني وامتزجوا. وخلاص بتكون عندنا العجينة جاهزة. العجينة يا الله، بيكون عندنا الحشوة جاهزة. الآن بناخذ البيبار وبنحشي البيبار بالحشوة. هذا ناخذ كمية بسيطة وبنحشي فيها بهذه الطريقة، يعني سهل جدا ما يحتاج حتى شرح. المهم وأيضا الكوسة نفس الشيء، بناخذ مقدار من الحشوة وبنشكلها بالطول علشان نقدر ندخلها في الكوسة يعني بشكل أسهل. ونكمل البقية بنفس الطريقة. نجهز صينية تدخل الفرن. أنا أساسا أحب المحاشي بالفرن للأمانة، ما أحبهاش على النار. فإذا أنتم تقدروا تخلوا على النار عادي براحتكم، بس أنا أحبها في الصينية. المهم نرتبهن بهذا الشكل بحيث أن احنا نخليه متزاحمات بعض الشيء علشان ما نخلي مجال للحشوة إنها تطلع من بين الخضروات. ونرتب الكوسة وخلاص بيكون عندنا جاهز. الآن بننتقل إن احنا نعمل إيش، نعمل الصلصة. في القدر بنضيف الزيت ونخليه شوية يسخن. بعدها بنضيف الثوم ونخلي الثوم لما يشقر حاجة بسيطة على نار مرتفعة. بعدها بنحمص البهارات اللي ذكرناها للصلصة اللي هي عبارة عن كزبرة مطحونة على زنجبيل ومكعب ماجي ونعناع. نحمصهم قليل في النار. وبعدها بنضيف معجون الطماطم. أنا أضفت القصعة كاملة أو العلبة كاملة، تقريبا 4 ملاعق. وخلاص بنضيف الآن الماء ونخلط كل شيء مع بعض ونخلي النار مرتفعة لمدة 3 أو 5 دقائق أو لما تغلي معنا الصلصة أو تتسبك. نطعم. إذا نشوف أنه نحتاج ملح نضيف ملح حاجة بسيطة، وكمان رشة بسيطة من الفلفل الأسود، أو إذا أنتم تقدروا تستغنوا عن الملح وخلاص يعني تستكفوا بالماجي براحتكم. الآن بنخلط كل شيء مع بعض لما تغلي وبنسكبها في صينية المحاشي. نسكبها بهذا الشكل وخلاص بنكون مجهزين الفرن على درجة 400 فارنهايت أو 200 مئوية، وندخلها الفرن لمدة 40 دقيقة أو لما يستوي. وأهم شيء إن إحنا نغطي المحاشي تمام بالقسطير
من جميع الجهات ونتأكد أنه مكتوم بالضبط، وخلاص بنخرجه بالفرن وهذا بيكون الشكل النهائي وبالعافية. طبعا كانت طلبية ما قدرت ان انا اجرب واحدة ويعني بوريكم كيف شكلها من داخل، فخلاص انتم جربوا وقولوا لي رأيكم في خانة التعليقات. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا اعجاب، تشتركوا بالقناة اذا كنتم مش مشتركين، وتشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم واقاربكم في كل مكان علشان تعمل فايدة، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ومع السلامة.